كل من يعمل في مجال كيندل لنشر الكتب على منصة أمازون وتحديدا الكتب ذات المحتوى القليل. وكما وعدتكم هتكلم النهاردة عن المصادر المجانية اللي بعتمد عليها في إنشاء وصياغة محتوى الكتب اللي هي سودوكو وبازلز والوورد سيرش وهذه النوعية من الكتب. ما هي هذه المصادر؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه هي المصادر المجانية اللي انا بعتمد عليها لانشاء المحتوى الخاص بالبازلز بشكل عام؟ وانواع البازلز كتير، منها زي ما انتم شايفين الورد سيرشز، الورد ماتشز، الورد سكرامبلز، الكريبتوغرامز والسودوكوز. فخلونا بقى نبدأ بالمصادر. اولا انا عندي مصدرين مجانيين ليكم ومصدر مدفوع. المصدر المدفوع انا اتكلمت فيه ما قبل عنه اكتر من مرة، وهو ده اللي انا شخصيا بعتمد عليه، وده لما بتشتريه بيكون هو ده الشكل للسوفت وير. عايز طريقة مجانية هتروحوا على هذا الويب سايت اللي اسمه Crossword Express. هو ده الويب سايت، وشوفوا هنا الاشكال عاملة ازاي. كل هذه الاشكال بهذا السوفت وير المجاني، تقدروا تعملوا اي نوع من انواع البازلز، سواء كان برضو هنا زي ما انتم شايفين الوورد سيرش، وفي هنا بقى انواع كتيره جدا مش بس الوورد سيرش والسودوكو اللي احنا نعرفهم هنا، هناك انواع كثيره جدا زي ما انتم شايفين، وبتطلع بنفس الشكل اللي انتم شايفينه قدامكم. لكن قبل ما ابدا في التعامل مع هذا السوفت وير اللي انا هعمل له طبعا داونلود من هنا، اجي واقرا الاف اي كيو اللي هي فريكوينتلي اسك questions، الأسئلة الأكثر يعني شيوعا، واجي انزل تحت واشوف what are the rules concerning the use of this program for commercial purposes، وانا اقدر استخدمها لأغراض تجارية، وهي دي النقطة اللي دايما طبعا بتعنينا في المقام الأول. طبعا هنا بيقول لي ان انا اقدر استخدم السوفت وير ده بدون اي قيود او حدود طالما الاستخدام اخلاقي وشرعي. لكن الراجل بس حابب ان انتوا لما تعملوا اي بازل تقولوا ان ده من خلال الويب سايت اللي اسمه كذا، هو ده بس حابب يكون لي كريدت، يعني يتعرف ان انتوا عملتوا هذا المحتوى بالسوفت وير بتاعه، بس هو ده كل اللي طالبه يعني. طبعا هنا بيوضح لي ان انا اقدر استخدمه مع الماك ومع الويندوز، فما فيش اي مشكلة. هنا بس هيكون في نقطة مهمة، ان انت لازم تنزل على الجهاز بتاعك الجافا، فده للويندوز وهنا للماك. نقطة اخيرة لهذه الصفحة، لو لغتك ضعيفة تعال هنا واختار اللغة العربية، كل شيء يتقلب للعربي. الترجمة مش هتكون دقيقة كما ينبغي، لكن هتفي بالغرض. والناس اللي اللغة بتاعتها كويسة يقروا خلاص باللغة الإنجليزية ومفيش مشكلة. وأنصحكم أن أنتوا تشوفوا هذا الفيديو لهذا الرجل المحترم اللي بيكلم فيه عن كيفية التعامل مع هذا السوفت وير. يبقى احنا كده اتكلمنا عن حاجتين، اتكلمنا عن هذا السوفت وير المدفوع اللي أنا شخصيا بستخدمه، على فكرة لما هتاخدوه هيكون معاه بونس وحاجات كده لطيفة جدا، وهنا في ترشيحات لبرامج أخرى، فبصوا على هذه الصفحة هتلاقوني سايبها لكم في صندوق الوصف. وبعد ذلك تحدثنا عن الكروسورد إكسبريس، وهو المصدر المجاني الأول، لسه في واحد كمان. إحنا نقدر نعمل كل هذه الأنواع بالسوفت وير اللي عندنا ده. ده للويندوز الجافا ده لازم ينزل، وهنا للماك لازم تنزل ده، وبعد كده بتروح للصفحة الرئيسية وبتعمل داونلود للسوفت وير، او هنا على طول بتلاقي كلمة داونلود. شوف منظر الحاجة جميل ازاي، حاجة يعني رائعة بصراحة. اما المصدر الثاني المجاني لصناعة محتوى هذه النوعية من الكتب، موقع اسمه busydocs.com، معرفش هو ليه مسميه كده، يعني الدك اللي هي البطة، يعني دكس البط، فالبط المشغول، اسم غريب شوية، busydocs.com، فماشي يعني سهل ان احنا نفتكر هذا الاسم. الشخص ده بيعمل الميزز اللي انتم شايفينها دي بطريقة لطيفة جدا من خلال استخدام السوفت وير اللي انتم هتعملوا له داونلود من هنا. لكن المشكلة اللي من وجهة نظري انا شايفها مشكلة، يعني ان احنا ما نقدرش نستخدم السوفت وير ده لو احنا عندنا ماك زي حالاتي كده، فانا لا استطيع استخدام او الحكم على هذا السوفت وير لان انا عندي ماك. فالشباب اللي عندهم الويندوز ينزلوا هذا السوفت وير، وطريقته سهله جدا، مفيش اي مشكله. من مزايا السوفت وير ده ان هنا هو بشكل واضح بيقول ان تقدر تستخدمه لكل الكوميرشال او نون كوميرشال او ايديوكيشنال بازل بابليكيشن بيربسز. عايز تستخدمه لغرض شخصي، لغرض تجاري، لغرض educational تربوي، مفيش اي مشكلة تقدر تعمل ده. ولكن الفكرة لو سمحت
يعني show some appreciation، قول يعني يكون هناك نوع من التقدير يعني للشغل بتاعه، قول ان انت اخذته من عندي. تعالوا هنا اضغطوا على كلمة عربي، حول لكم كل شيء للعربي، فبيقول لك هنا كيف تظهر التقدير. كده خلصنا، اتكلمنا عن مصدر مدفوع واثنين مجانيين، الاثنين عبارة عن سوفت وير، وسوفت وير بتنزلهم على جهازك وتشتغل بيهم. دي كانت المصادر الرائعة اللي الحمد لله اقدر من خلالها اعمل المحتوى بتاعي. ان شاء الله الفيديو القادم هيكون بكرة بإذن الله، هسجله بكرة، وهو هيكون عن موضوع في غاية الأهمية. كتير منكم يا شباب سألني عنه، والموضوع باختصار هو ازاي يكون عندي ويب سايت لو انا عايز اشتغل بجد في موضوع الافيليت ماركتينج، او انا وجهة نظري بشكل عام في موضوع الاونلاين بيزنس، حابب تشتغل في اي شيء له علاقة بالاونلاين بيزنس لازم يكون عندك ويب سايت خاص بيك. بتشتري دومين، تشتري حاجة اسمها هوستينج، بتركبهم على بعض، بتجيب حاجة اسمها ووردبريس. القصة دي كلها في مجموعة من الخطوات السهلة جدا إن شاء الله هدلكم عليها. ولا تنسوا أن الدال على الخير كفاعله، بإذن الله أعمل ده معكم بكرة إن شاء الله. إن شاء الله أرشدكم بمنتهى السهولة والبساطة والسلاسة لهذا الأمر، يكون عندكم ويب سايت بسعر رخيص جدا، والهوستنج كمان يكون بسعر كويس، ويكون عندكم بقى ويب سايت تشتغلوا بقى بشكل بروفيشنال احترافي. هو ده الطريق اللي لازم تتخذوه لو انتم حابين تشتغلوا في الاونلاين بيزنس. والى ان اسجل لكم هذا الفيديو، انا عايزكم بس تعملوا حاجه واحده، اعتبروا ده الهوم ورك بتاعكم الى ان اسجل الفيديو. فكروا في اسم للويب سايت بتاعكم. شكرا لكم، ولا تنسوا ان الناس بالناس ومن يعني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.